أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى حصصنا المباشرة من قناة المغاربة حصة الصحافة، والتي ستكون طبعا في إطار متابعة أخبار الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر التي انطلقت اليوم، وبعض الأخبار الأخرى المتفرقة الخاصة بالجزائر وبالمنطقة المغربية. وكالعادة نبدأ مع الصحف الجزائرية. نبدأ مع صحيفة الخبر والتي اختارت عنوان الصفحة، صدر الصفحة: أوسمة رئاسية لأبطال الجزائر. طبعا هذا تكريم لمن فاز بميداليات ذهبية في أولمبياد باريس مؤخرا. أسفل الصفحة عودة للحديث عن الخبر الذي انتشر أمس في وسائل الإعلام الجزائرية، وهو إحباط مخطط تخريبي لتنظيم الماك الإرهابي. طبعا نذكر أمس أن هناك عن إلقاء القبض على مجموعة كان بحوزتها مجموعة من الأسلحة، والتي أدخلتها من فرنسا، والقصد منها إحداث فوضى داخل الجزائر مع انطلاق الحملة الانتخابية. وجاب واحد طبعا اعترف بذلك. كل هذا الكلام لم يتقبله الجزائريون، وكانت هناك ردود فعل ساخرة في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، حتى المتصلين عنا هنا في المغربية في برنامج الأخير أمس بصراحة كانوا يستهجنون مثل هذا الإعلان في هذا التوقيت، وسموه أنها مسرحية سيئة الإخراج. فاليوم كثير من الصحف الجزائرية عادت لهذا الخبر بمزيد من الحديث والتركيز. في خبر آخر في صحيفة الخبر يتحدث عن انطلاق الحملة الانتخابية، ويعنون 3 مرشحين و21 يوما لإقناع الناخبين. فهذا يفترض الخبر أن هناك اهتمام جزائري واهتمام مواطني بهذه الانتخابات، لكن يبدو من خلال المتابعة ليس هناك اهتمام بهذه الانتخابات التي يصفها الكثير بأنها لا حدث في الجزائر. سننتظر ونرى. الحملة انطلقت، ننتظر متابعة الجزائريين. نمر إلى الصحيفة الموالية وهي صحيفة الغد. صحيفة الغد فيها كذلك صدر الصفحة اختارت أن يكون الحملة الانتخابية، وتعنون انطلاق الحملة الانتخابية: الميدان لكسب الرهان. طبعا عناوين براقة، ولكن هل الأمر كذلك؟ هل ستكون منافسة حقيقية على هذه الانتخابات؟ هل سيكون هناك برامج تعرض على الجزائريين وبالتالي يقتنعون أو لا يقتنعون، أم أن الأمر محسوم سلفا كما قال كثير من السياسيين، وكما هو الشعور العام في الجزائر بأن الأمر محسوم سلفا في عهد الرئيس عبد المجيد تبون؟ هذه الأسئلة كلها سيجاب عنها أثناء الحملة وأثناء تفاعل المواطنين، ونحن هنا طبعا بالمرصاد للحصول على أجوبة هذه الرسائل التي أو الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها. كذلك خبر آخر يعود للحديث عن رئيس الجمهورية الذي يكرم أبطال الجزائر في الأولمبياد، وخبر كذلك استعملته صحيفة الغد مرة أخرى. كذلك في أسفل الصفحة 12.9% حصة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام العام الماضي، بمعنى أن هناك زيادة، وهذا طبعا وفق بنك الجزائر الذي أحصى 7 قطاعات تساهم بمجموع 80% في الاقتصاد الجزائري. ونقرأ كذلك: مختصون يدعون لإدراج المواطن في خطط الحماية من الحرائق. طبعا كانت الأسبوع الماضي كان فيه كثير من الحرائق في بجاية وتجوز خصوصا، لكن وصلت حتى الحدود التونسية إلى سوق قهراس وتبسة وغيرها. نمر إلى الصحيفة الموالية الحوار. صحيفة الحوار: الماك خطط لزرع الفوضى خلال الرئاسيات. هذا العنوان الذي اختارته الحوار للعودة للحديث عن هذه المجموعة
التي يقول عنوان حاولوا إدخال شحنة من الأسلحة والذخيرة من بيجاية. كعنوان آخر يتعلق بالانتخابات، الحملة الانتخابية تنطلق، أربو ترشحون الثلاثة لرئاسيات أمام امتحان الإقناع. دائما عبارة مستعملة كثيرا، لكن لا أدري هل هناك فعلا إقناع وإقبال ومحاولة الفهم أم أنها عناوين فقط. نمر إلى صحيفة أخبار الوطن، ثلاث مرشحين، المرشحون الثلاثة أشيش حساني وتبون، وعنوان برامج في الميزان. برامج في الميزان، هل فعلا كل واحد من هؤلاء الثلاثة برنامج؟ هل هناك، هل المواطن الجزائري يعرف هذه البرامج؟ اطلع على هذه البرامج؟ وزعت أسئلة طبعا كثيرة تطرح في مثل هذه المناسبة. نمر إلى الصحيفة الموالية الديوان، والتي تعود الحديث أو تسأل أو تتحدث عن الانتخابات في الجزائر. 20 يوما من أجل الإقناع والترويج السياسي لبرامج المرشحين الثلاثة. نحن بالمتابعة طبعا ومراجعة كل ما يصرح به المرشحون ويعد به المرشحون، كما هي عادة الحملات الانتخابية. كذلك الديوان فيها عنوان آخر متعلق بالانتخابات، أكثر من 24 مليون ناخب في على موعد مع صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر. يعني هذا العنوان يعطي 24 مليون، عدد كبير جدا. سننتظر وننظر نسبة المشاركة من 24 هذه كم ستكون. تذكير طبعا أن الأرقام الرسمية في 2019 أعلنت حوالي 40%، 39.95% تقريبا نسبة المشاركة في الانتخابات. نمر إلى صوت، الصحيفة الموالية، انطلاق السباق الرئاسي والحديث عن الانتخابات. يوسف أشيش ينشط أول تجمع شعبي في باب الواد، نشاط مكثف للأحزاب والمنظمات الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون. عبد العالي حساني يختار عنابة لانطلاق الحملة الانتخابية. وكذلك في أسفل الشاشة حديث عن إيمان خليف تقاضي ترامب وإيلون ماسك وآخرون. طبعا العدالة الفرنسية فتحت تحقيقا بخصوص شكواها، وتابعنا كلنا الكلام والتصريحات التي قالها هؤلاء وغيرهم بشأن إيمان خليفة التي حصدت الميدالية الذهبية في وزنها في الملاكمة. نمر إلى جريدة الاتحاد، وفيها قطار الحملة الانتخابية ينطلق، حديث عن الانتخابات، قواعد المرشحين تتجند وسلطة الانتخابات تسخر كل الإمكانيات. صدوق لجريدة الاتحاد، نفتخر بمرشح حمص وأعددنا خطة متكاملة لنجاح حملته. بن حمدة للاتحاد، نمتلك فريقا إعلاميا محترفا سيسوق لبرنامج مرشحنا بالأدوات العصرية. ومزيان يقول سنسخر كل إمكانياتنا لنجاح حملة مترشح الأفافاس. كذلك عنوان مرة أخرى، الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر. نمر إلى صحيفة الجزائر ألترا، ولا ألترا جزائر، رهان الصندوق، حملة انتخابية بثلاثة برامج. نفس الكلام ونفس التحديات، وهو حسب ما تحكي الصحيفة إقناع الجزائري بالتصويت لهذا أو لذاك، وقبل ذلك وبعده هو إقناع الجزائري بالتصويت بالأساس حتى نفهم هل هناك إقبال أم لا. نختم بالصورة الأخيرة من دائما ألترا الجزائر، صورة حادث، وهو يتعلق بحادث مرور أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 في أدرار وفي عنابة. طبعا نأتي بمثل هذه الأخبار للتأكيد والتنبيه الجزائريين إلى ضرورة الانتباه في مثل هذه الأوقات، خصوصا أن
طبعا حياتهم هي أهم بكثير. بهذا نأتي إلى نهاية بعض الصحف وقراءة في عناوين بعض الصحف الجزائرية، ونمر إلى الفقرة الموالية، فقرة التدوينات. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ بأول تدوينة للصحفي سعيد بدور، الذي يضع صورة إحسان القاضي فيها وبجنبها 600 يوم في السجن، ويكتب بالزاف عليه 600 يوم في السجن، الحرية للزميل الصحفي القاضي إحسان، والحرية لجميع معتقلي الرأي. مهم جدا أن نتحدث عن معتقلي الرأي في هذه المناسبة التي فيها استعداد للحملة الانتخابية، ولما لا يكون كذلك من ضمن إشاعة جو المشاركة وأجواء إيجابية على هذه الحملة أن يقع إطلاق سراح كل هؤلاء ليساهمهم بدورهم كذلك في هذه الحملة. يبقى مطروح، لكن الإجابة عنه قد تتأخر. نمر إلى التدوينة التي تليها، وهي تدوينة محمد أمين إسماعيل، ويكتب الحملة قد انطلقت، يمكنني الآن التعبير بصراحة كاملة، عبد المجيد تبون كان من أسوأ الرؤساء في تاريخ الجزائر وأفشلهم. هذا كلامه. الكل متفق أنه لا يمتلك المهارات اللازمة في الخطاب أو القيادة، لكن بالنسبة لي المشكلة أساسية هي في فهمه لدور رئيس الجمهورية. يبدو أن تبون يعتقد أن دور الرئيس يقتصر على إعطاء التوجيهات والتدخل في حل الخلافات عند وصول تقارير معينة إليه. هذه النظرة المشوهة لدور الرئيس نتجت عن سببين: الأول أن الرجل لم يسبق له ممارسة السياسة، الثاني أن النموذج الذي استند إليه هو الطريقة التي حكم بها بوتفليقة في سنواته الأخيرة عندما اضطر إلى إدارة البلاد بأسلوب المرشد الأعلى، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا النوع من الحكم إلى إهدار الوقت والمال، حيث يسعى الجميع لتطبيق أي تعليمات يصدرها رئيس الجمهورية دون دراسة وتحليل للنتائج من أجل التعديل. وهنا يذكر مثال في التدوينة، هي طويلة شوي لكنها مهمة. يقول على سبيل المثال: عندما أعلن تبون عن منحة البطالة التي ظهرت كأنها زلة لسان، بدأ الجميع في الأسبوع التالي بالعمل على كيفية تنفيذها، وبعد فوضى كبيرة يقول: تم تنفيذ منحة البطالة لكنها لم تخضع للدراسة اللازمة لتقييم تأثيرها وإجراء التعديلات المطلوبة، لأنها كانت توجيهات أو صادرة أو قرارا صدر عن المرشد الأعلى. مثال آخر يقول على ذلك هو قانون المضاربة. في لحظة غضب وتأثر صرح تبون بأنه سيعاقب المضاربين بالسجن لمدة 3 عام، وهذا الكلام طبعا مدون وموجود، وعلى الفور سارع الجميع إلى إصدار قانون مضاربة مجنون سماه، ورغم الكوارث التي نتجت عنه فإنهم مستمرون في التغطية على هذه الأخطاء والتعتيم على ضحايا القانون المجنون. بالطبع إن مسؤولية العهدة الفاشلة لا تقع فقط على تبون، بل على من يسيروه في هذا وعلى كل من سكت عن ذلك. نمر إلى تدوينة أخرى، وهي تدوينة محمد واش، مختصرة جدا ولكنها كذلك معبرة. المحسومة يضعها بين معقفتين: تنطلق اتركوها فإنها مأمورة، طبعا يقصد الحملة الانتخابية. ونختم بهذه التدوينة لعبد الوكيل بلام، التي يورد فيها قائمة لعدد الرحلات غير القانونية، ويكتب باتجاه إسبانيا طبعا، ويكتب: ويستمر الفرار، ليلة البارحة وصلت 8 قوارب إلى إسبانيا جزر الباليار على متنها 112 جزائري، 1 من إفريقيا جنوب الصحراء،
جميعهم في صحة جيدة. هذا أخذه يقول من صفحة هذا الناشط الإسباني فرانشيسكو جوس كليمنتي، الناشط الإسباني يشتغل على ظاهرة الهجرة ويساعد من يصل إلى تلك الجزر. طبعا هنا مع كل أسف هناك استمرار لهذا النزيف، نزيف الحرقة، نزيف مغادرة الشباب الجزائري باتجاه مصير مجهول، لأنه قد يموت في البحر وقد يصل هناك ولا يجد شيئا كان ينتظره. طبعا التقارير على الأقل في السنة الماضية 2023 تتحدث على ما يقرب من 100,000 جزائري غادروا البلاد باتجاه خارج الجزائر باتجاه أوروبا، يعني عشرات الألاف يغادرون باتجاه أوروبا. نمر إلى الفقرة الموالية، فقرة المقاطع. اخترنا لكم مقطعا واحدا لمشاركة الخبير في القانون الدولي أمس سفيان شويتر في برنامج في الجزء الأخير من التغطية أو قبل الأخير من التغطية، والمتعلق بحادث إلقاء القبض على مجموعة وبحوزتها أسلحة كما أشرنا. وهو يؤكد في هذا المقطع أن القانون واضح فيما يتعلق بالتحقيقات، حينما يصبح الأمر في يد القضاء فلا يمكن، يقول، لأي جهة أن تتدخل في ذلك الأمر، ولا يمكن حتى المساس بسرية التحقيق، ولا ذكر حتى الاسم الكامل لهذا الشخص. لكن بالنسبة إليه ما يحصل الآن في الجزائر في هذه الحادثة فوضى تامة كما قال سفيان شويتر. نتابع. القانون واضح، قانون الإجراءات الجزائري واضح، عندما أي تحقيقات، عندما توقع أي جريمة وتصبح في علم القضاء، النيابة العامة اللي يصبح هي المدير الشرطة القضائية، سواء كان في الأمن الوطني، الأمن الداخلي أو الدرك الوطني، لا يمكن لجهات أخرى أن تتدخل، لا يمكن كذلك المساس بسرية التحقيق، ويصبح المصدر للرأي العام. ترد لماذا وضعت المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ليمكن وكيل الجمهورية من اطلاع الرأي العام على بعض القضايا اللي هي ما يسمى بالقضايا التي هي أهمية لدى الرأي العام، للحفاظ على هذه، أو للحفاظ على حرية سرية التحقيق، عدم مساس بالقرينة البراءة، وبالتالي عدم ذكر الاسم بالكامل لحماية القرينة البراءة إلى آخره. الآن فوضى، يعني في الحقيقة الأمر كان يفترض أنه مباشرة عندما وكيل الجمهورية تكلم لا يمكن لأي جهة بما فيها وزارة الدفاع الوطني فهي تخضع للتحقيقات، حتى ولو كان مدير، يعني وكيل الجمهورية، أنا سمعت التصريحات، وهي الضبطية القضائية هي تابعة للأمن الداخلي لدي جي اس اللي هم عسكريين. ولكن إذن كان هذا سفيان شويتر المحامي والخبير في العدالة الانتقالية يعلق على ما أعلن أمس في الجزائر بشأن القبض على مجموعة بحوزتها أسلحة، يقال أو قالت السلطة أنها كانت تنوي إحداث فوضى في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الآن نمر إلى آخر فقرة، فقرة الصحف المغاربية مع زميلنا نبيل عبد اللاوي. تحية إطلالة سريعة على أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم، بداية من ليبيا وصحيفة الوسط. أمام مأزق الانقسام مجددا، المحللون يقولون أزمة ليبيا سياسية وليست قانونية، فقد أطل شبح الانقسام مجددا على ليبيا بعد إعلان أعضاء في مجلس النواب سحب الاعتراف من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وصوت مجلس النواب على مذكرة قدمها 50 نائبا على اعتبار عقيل صالح القائد العلني للجيش كما جاء في الإعلان الدستوري. وخلال الجلسة نفسها قرر النواب الحاضرون إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة منها برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة جديدة موحدة.
في ذات السياق بعد تصويت النواب البعثة الأممية تحذر من تصعيد التوتر في البلاد. وبالمقابل الدبيبة يقول لاستيفاني خوري حكومتنا تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي. إلى صحيفة الصباح. دائما في ليبيا، ليبيا تتصدر قارة أفريقيا في احتياط النفط بقيمة 30 مليار برميل. وفي استطلاع للصحيفة، انتشار العمالة الوافدة في الأحياء السكنية نار تومض تحت الرماد. وماذا لو تحولت ليبيا من نقطة عبور إلى وطن بديل، وبين رفض شعبي وصمت تشريعي حول الظاهرة؟ عربيا، الشرق الأوسط على أعتاب تصعيد كبير، مخاوف من فشل صفقة تبادل الأسرى، وإيران تتمسك بحقها في الرد على اغتيال هنية. إلى تونس وصحيفة الصحافة اليوم. المجلس الأعلى للاستثمار، رئيس الحكومة يشرف على الاجتماع الخامس. ومغاربيا، صراعات سياسية وتوترات أمنية تضع ليبيا في مفترق طرق، وتونس تدعو إلى حل توافقي بقيادة ليبية وبرعاية أممية. في الشأن التونسي الداخلي، المحكمة تلقت 6 طعون في الأجل، والتصريح بالأحكام لن يتجاوز الأحد المقبل. فيصل بوغرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية هذا ما قاله للصحيفة. ولأول مرة في تونس، حملة تثقيفية موجهة للشباب في 6 ولايات، حوار حول بدائل الهجرة غير النظامية. وإلى صحيفة الشروق، قيس سعيد خلال زيارته لمناطق في القيروان، القضية ليست قضية انتخابات بل قضية وطن. ومجتمعيا، قاتل زوجته وحماته في حي النصر يعترف بعد إيقافها، خططت لقتلهما والهرب في مركب حرقة. عربيا، حزب الله كابوس لإسرائيل ومفاوضات الفرصة الأخيرة. إلى المغرب وصحيفة بيان اليوم. المغاربة ممنوعون من الحمام لـ3 أيام في الأسبوع، أرباب الحمامات لا يعتبرون الإغلاق حلا للإجهاد المائي. وشركة استشارات دولية تشجع على الاستثمار في المغرب كوجهة واعدة وجذابة. واتفاقية شراكة ثلاثية لتكوين مواهب في كرة القدم تضم الاتحاد المغربي لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفات وشركة خاصة. في ذات الصحيفة دائما، أسعار الدجاج تواصل الارتفاع وندرة ملحوظة في مادة البيض، والمغاربة يدعون إلى مقاطعة الدجاج واللحوم الحمراء. إلى صحيفة المساء، مشروع المسطرة المدنية يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين. فأكدت أنه يقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة ويعرقل الولوج المستنير إلى مرفق العدالة. والفريق الاشتراكي يدعو إلى عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال لمساءلة المسؤولين حول المشاركة الأولمبية في باريس. وعربيا، 312 يوما من العدوان، الاحتلال يرفع وتيرة المجازر تزامنا مع جولة المفاوضات. ختاما من موريتانيا وصحيفة العالم، معضلة عطش واكشوط يجب أن تحل فورا أيا كان السبب. معضلة عطش العاصمة الموريتانية واكشوط يجب أن تحل فورا أيا كان السبب، لكن يجب أن لا نحمل الحكومة الجديدة ووزيرها الأول، فحكومته ما زالت في أسبوعها الأول، والتقييم الواقعي لأدائها يجب أن يكون بعد انقضاء 100 يوم الأولى من المأمورية، كما جرى بذلك التقليد في مختلف دول العالم. وشغور منصب الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية يثير التساؤلات. وشباب يطلقون حملة للمطالبة بلقاء الوزير لمناقشة قضاياهم بوعي ونضج. ختام هذا الجرد الموجز لأبرز ما تناولته بعض الصحف المغاربية الصادرة هذا اليوم. نشكر زميلنا نبيل عبد اللاوي على هذه القراءة في بعض الصحف المغاربية، ونمر الآن إلى الصحف الفرنسية، ونرحب بزميلنا هنا في الاستوديو سليم سرخان لتقديم هذه الفقرة. أهلا سليم. أهلا بك يا سليم. سمير، مرحبا بك، شكرا جزيلا. كما كان متوقع، معظم الصحف الكاتبة بالفرنسية ركزت على اليوم البداية الرسمية للحملة الانتخابية في الجزائر. إذن ننتقل إلى
الصحف الكاتبة باللغة الفرنسية. Bienvenue, chers amis. Donc, on va commencer par l'expression, une expression qui a titré présidentielle. La campagne électorale débute aujourd'hui. Donc, 3 semaines pour convaincre, d'après l'expression. 3 semaines, c'est court et long à la fois. Court pour convaincre et pour séduire et pour rassembler, d'après l'expression. C'est parti pour 3 semaines de bataille électorale. Le coup de starter de la campagne électorale pour les présidentielles du 7 septembre prochain sera donné ce matin, jeudi. Les duels s'annoncent déjà intenses, d'après l'expression bien sûr. Les candidats, un seul fauteuil, seul de Al-Mouradia. Ici, Abdelmadjid Tebboune, le président sortant, est donné favori. Le chemin vers le 7 septembre promet bien des rebondissements. On ne sait pas de quel rebondissement on parle l'expression, mais bon, c'est ce qu'a écrit l'expression en ajoutant. En effet, le nom de Hamid Tebboune, hein, d'après l'expression, résonne déjà comme une évidence dans la rue ou dans les rues d'Alger. Hein, encore une fois, d'après l'expression, j'aime bien insister hein, sur ce mot, d'après l'expression, d'après les journalistes d'expression, bien sûr, qui dit que donc le nom d'Hamid Tebboune, hein, il résonne déjà comme une évidence dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine ou de Tamil Araset, ou peut-être même de Tizi Ouzou, pourquoi pas. Son bilan, celui des 5 années de gouvernance, semble avoir convaincu une large majorité. Encore une fois, d'après l'expression, bien sûr. On passe à Monde Afrique. Monde Afrique, lui, là, s'est concentré sur le présidentiel, bien sûr, mais la diaspora surtout, la diaspora algérienne qui milite pour un pays libre et démocratique. D'après le Monde Afrique, il y a au sein de la diaspora, et notamment en France et au Canada, des citoyens algériens se mobilisent pour susciter, dans les semaines qui viennent, un vaste débat pluraliste à l'occasion des élections des présidentielles qui doivent avoir lieu en septembre. Monde Afrique publie le texte fondateur signé par un grand nombre d'entre eux où ces citoyens engagés affirment avec force leur combat pour une réelle transition démocratique et leurs espoirs d'une ouverture du régime en termes de droits fondamentaux. Monde Afrique ajoute, et cela malgré les intimidations et les agressions qui se multiplient contre eux, contre la diaspora bien sûr, sur le sol français à l'initiative d'une partie des services algériens au retard d'une guerre, d'après Monde Afrique. On passe au Soir d'Algérie. Lui, le Soir d'Algérie s'est concentré sur ce véritable arsenal de guerre intercepté au port de Béjaïa. Le MAC préparait des actes terroristes en Algérie. Le Soir ajoute, il projetait de perturber l'ère présidentielle et semer le chaos, le plan sanguinaire du mouvement terroriste, le MAC, d'après Le Soir d'Algérie. Le terroriste arrêté Moussa Zaidi a révélé des détails d'un plan sanguinaire du mouvement MAC récemment déjoué par les forces de sécurité et dont l'objectif était de perturber l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, d'après Le Soir d'Algérie bien sûr, de semer le chaos et de déstabiliser le pays à travers plusieurs opérations terroristes. Diffusé mercredi soir, on l'a bien vu chez Al-Marabiya, par la télévision algérienne, bien sûr, un documentaire intitulé « Mouvement terroriste MAC, trahison et collaboration hein, » a rapporté les aveux de ces terroristes arrêtés le 4 août. La question qui se pose, pourquoi maintenant, pourquoi la veille des élections, la veille de la campagne électorale, c'est une question que beaucoup posent. Donc, il était arrêté le 4 août au port de Béjaïa, alors qu'il tentait d'introduire d'importantes quantités d'armes et de munitions dans le territoire national lors d'une traversée maritime en provenance du port de Marseille. Donc, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a lu dans la presse écrite en français. Il y a 4 Samir. شكرا سمير بارك الله فيك على هذه القراءة السريعة في الصحف الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية. والآن مشاهدينا كالعادة مع آخر فقرة في برنامج الصحافة، فقرة الكاريكاتير. موعدنا يتجدد غدا بإذن الله.